مرتين الجزائر 2011. البداية كانت بالتخطيط أنا فزت بضربات الجزاء صراحة. نظن صح تعلنا بصعوبة، ولكن المهم أننا تأهلنا لقاءات مثل هذه. احنا حفينا على نوعا ما على الجانب يعني النتيجة أكثر على اللعب، يعني كاين بعض اللقاءات وين لازم تربح ولا تلعب. أما فيما يخص لقاء نصف النهائي، نعاود نقول هذه الفئة فئة عمرية صعبة كثير، يعني أصعب فئة عمرية من الفئات الشبانية. أما اللقاء هذا اللي راح نلعبوه في نصف النهائي، راح نلعبوه مع نقدر نقول مع أحسن فريق في الدورة من ناحية اللعب، من ناحية التنظيم، من ناحية اللعب الهجومي كذلك. منظم فرديات، لعب جماعي ممتاز. كل حال حنا ثاني كذلك عندنا نقاط قوة تاعنا ان شاء الله راح نستعملوها في هذا اللقاء، بغض النظر يعني على الجمهور، وبطبيعة الحال الجمهور يساند ويعطي الدعم معنوي وفي بعض ويتعلموا من مباراة الى مباراة ومن دورة الى دورة. هذا باش يكون عندنا فريق تنافسي في المستقبل. على كل حال فريق اللقاء حيكون صعب جدا بطبيعة الحال، فريق قوي، فريق عنده نزعة هجومية قوية، وكرة القدم معنا على مدى المفاجآت. ولهذا نقول بلي في هذه الفئة نعاود نقول لتوجد لهذه الفئة فيها أصعب فئة شبانية. إن شاء الله نكونوا في المستوى في هذا اللقاء، ونحققوا الهدف المبتغى أننا إن شاء الله نروحوا للنهائي. وما يدخلش في عمل يعني الأخطاء موجودة، وبني آدم خطأ، خير خطائين التوابون. ولهذا نقدر نقول يعني الخطأ يقدر يكون احنا في اللقاء الأخير احتجاج الفريق المنافس، وين دبدبنا نوعا ما بين شغلين. ولكن احنا نقولوا بلي كانوا ضربتين جزاء لم تحتسب، ضربة جزاء في الشوط الأول وضربة جزاء في الشوط الثاني لم تحتسب، كانت قادرة هذيك تتأثر علينا. ولكن ما ندخلش في التفاصيل، لأن لازم نخلوا اللاعبين تاعنا يعتمدوا على أنفسهم ويعتمدوا على طريقة اللعب ويأملوا أكثرها باللعب وما يأملوش بالأخطاء تاع التحكيمية. قول دائما المدرب يبغى النجاح واللاعب يبغى النجاح والحكم يبغى النجاح. ما أعتقد أن في أحد يعني بيظلم أحد أو إن أحد، والاختيارات أكيد في الاتحاد العربي كلها اختيارات حكام على مستوى عالي. الأخطاء واردة، ما في شيء متعمد، أنا هذا من وجهة نظري. وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله بإذن الله إنهم يتوفقوا وإحنا نتوفق بإذن الله. فرض أكيد إن في جماهير بتحضر، هذه كلها بتساعد في تطوير اللاعب. أنا قلت لك سبق لعبنا نهائي غرب آسيا مع أخواننا منتخب اليمن، الحضور كان 20,000 متفرج، 20 لك سوري. فرغم إن خسرنا النهائي إلا إن مبسوطين إن التجربة هذه خضناها في 20,000 متفرج. لو تلعب نهائي كأس آسيا ما بيجيك 20,000 متفرج. فالتجربة هذه الحمد لله إن شاء الله إن تجاوزناها بإذن الله، وإن شاء الله إن شاء الله تكون حافز للفريقين قد مباراة ممتعة إن شاء الله. بطبيعة الحال يعني الجماهير كما يقولوا يعني زيد نشوة للمباراة، زيد نشوة للمباراة، ويقدر يكون سلاح ذو حدين. ولكن احنا اللاعبين تاعنا على كل حال بداوا يتعودوا نوعا ما مع الجمهور تاعهم في معسكر في ملعب سيك. في نفس الظروف هذه ولعبنا ضد 20,000 متفرج، استفاد المنتخب كثير في انه يلعب ضد جماهير، متوقع ان حضور جماهير، وهذا شيء يسعدنا ان شاء الله نلعب ضد اشقائنا المنتخب الجزائري، وان تكون ان شاء الله مباراه تليق بمستوى المنتخبين.